ولا ليال إن شاء الله تعالى وحين قادنينا كيف ننتفع بالقرآن قرآنك سيدي أينو قعمل فللهين نفهننا وحوق قبل لها وحين أباهنهاي هديتي شهر الربضان إنين قرآنك إيقنو إيا حالد أمان تدحدين قرآنك كدحتاقين يهي إيا سيدة قراءة ديس إيا فهم كيس إيا إن ليسكو الدوييو إيا إنين قرآنك إلهي سبحانه وتعالى أقرنو أو أينو لنو لنو أيينو مانتا إيقين أو خدبدينو كساب سنتهي ولا ليال وحينو ودقرنين بيش الربضان إيقيمها إيا قروح داليه وبش إلهي سبحانه وتعالى قرآنك سودتي وبش دوني الله سبحانه وتعالى باطلك يحمه يشرك وبش لسولي وبش الله سبحانه وتعالى ودوري إن سودتي كتاب كيس إذن وحين مركا مانتا قادنين أو كهدلين قرآنك إلهي سبحانه وتعالى سيدي أين أولان أولان لهين سيدو حالدين وحوغة بدلي لها سيدين قرآنك او حالدين وحوغة بدلي لها إيو سيدو إنغا وحينوغو تاري لها او نقل لها قرآنك قدوة إياد ضيشا أينو دبقلينو ولا ليال قرآنك وحاريق أديق يا إله إسكو كين حيري وحاوية ووحا قراتا إيه نبضا چندا كوغو هانونين أيا قفك ديدا ee kitaabka Ilaahay ka qaada ee durkiyana waxa uu ka kaxeeyaa dabada ilaa uu ku raarido amba uu la doodaba maalinta qiyaamaha uu yiraahdo Ilaahay uu imu akhri jirin igumu amal fali jirin imu daraasayn jirin intaba wasiraduhu almustaqim wa wadada qofka xaqqa iyo hanuunka doonaya la doonaya inuu raaco wa shayga wararkii inaga horeeyay iyo waxa mustaqbalka dhici doona Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo guuriyay oo uu inoogu sheegay waa wixii wanaag oo dhan ba Qur'aanka ku dhan hagaageen iyo wixii manafacaad oo dhan ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamaya walaalayaal Qur'aanka Nabiga kaleeyhi salaatu was salaam ayaa lagu soo dajiyay wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala anbiya aha ee ergada aha wa nabiga kaleeyhi salaatu was salaam ugu qiimaha badna ee ugu fadliga badna ee lagu soo afmeeray kutubti uu alla soo dajiyayna kitaabka lagu afmeeray ee mucda iyo kaydka u ahi waa kitaabka Ilaahay walaalayaal Ilaahay kitaabkiisa wuxuu inagu soo dajiyay waa sidaynu ula noolaano isku xukuno u raadcayno dib ugu laabano wixii wanaag oo dhan baa ku idil waxa la doonaya qofka quraanka ilaahay la noolaada ee akhriya ee carabkiisa ku cilciliya uu noolaynaya oo wanaajinaya oo wuxuu u horseedaya wixii horumar ah ilaahay baana subhana wa ta'ala tilmaamay wa kadhalika awhayna ilayka ruuhan min amrina nabi muhammad waxaanu ku siinay oo ku waxyoonay kitaab ilaahay ruuhan min amrina wa ruuh ruux buu gelinaya qofkii akhriya ee la noolaada ee ku naqnaqa dhabta ma kunta tadri mal kitabu wala iman iimaanka iyo kitaabka markii hore nabi muhammad uu maadhayn waa loo mana sheeganaya kitaabka iyo wanaagiisa loo tilmaamaya walakin ja'alnahu nura waxaanu ku siinay nuur kitaabka ilaahay qofka akhriya iyo qofka isku daweeya iyo qofka fahma إلهي نور بو قليني نهدي به من نشاء عدة دونان كو إلهامنا أو آن سينا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نبي محمد تدك وحاد قوية ريسا وحي وناغ إيه وحتر لي إيه كروكع إيه قفك كوكب عيو أياد تلمام إيسا مركل الله سبحانه وتعالى وحي لي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن كان kuugumaanan soo dajin in aad ku guul daraysato in aad ku boholiyowdo in aad ku warwarto laakiin waa naxariis iyo raxmad iyo horumar iyo horusocod walaalayaal
هدينو مانتا كتاب كإلهي آخرنا مدوين إيام مدير إيام مدحبا وحي الله سبحانه وتعالى اسكح القامة وحي وناغة الدنيا آخرة إنو الله كوفدو دايو تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة الدنيا آخرة قلد الرئيس الميسي بارارهاغا إيو وناغاغا إيو هرصعد كاغو نمباكو إدل وكلامك إلهيين قادنين أو أينو دقن قلينين أو أدرون إسا إلهيو محادي قصة حيسا محادي ديديسا محادي فريسا ومركض قرآن كإلهي سبحانه وتعالى آخرية يصوب ولا ليال سيكا لها دينو أردقنو هادي مانتا الليلة والله ترتمي والله برتمي وحان الله سينا يقفك برتنكا إيا ترتنكا كصوبحا شائسات غالية قفك استواد دالي لها سدو شائسات دائي يقوشا وهليلي لها قرآن كإلهي هادينو أخرنو أولانو لانو جنة أيو الله سبحانه وتعالى إنا سينا وإنا قمرتي سوريين وهادينو كتاب كإلهي قبصنا وحالله ليا وحي نغا حمانا مجيرو ولا ليال هادبا كتاب كي وينو حيسنا سيدينو أغشقي سينا سدو قرآن كو وحينو قطري كرا حالة دينو أبدالي كرا وقوانا كسنان كرنا كو قرآن كإلهي مركض أخري يسو إنا دي سوسي دياري سو إسوسي أدقي سو أسي علطة دي سوسي نظيفي سو أيال دوني أن تتجهز لقراءة القرآن قدر المستضاع وإنت دو دوي وهي الله سبحانه وتعالى وحلي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نبي محمد هذا المقيم ميسالي وآد علوس أيانو كوكسو دجني عيار عيار ما ديل ديل ما ووناك مقيم ميسان بولي كلام كإلهي سبحانه وتعالى قضب كاللاباد وحو نقوني أن تقرأ القرآن كأنه متوجه إليك فقط قرآن كإلهي إنا أركت إنو أديك كوكس عضو وإنو حالة دادا وحكب الدلاء وإنا تراهدا قرآنكم محوئي صحيا محوئي قريبيا محوئي قرحينيا محايق قلدنوي هقاتشينيا نلوش هذا وإنو قرآن كإلهي سبحانه وتعالى بدلا ولا ليال وحين نقينا دامن دابيي إينا هلليي إي آدي نوفوغي قلوبتين ننكدي قيق الليلك قرآنك وحين أوهي سنة أمدا إنك إنك هرريي إنو قرآنك كسود دقي إيقنا للاهد لايي مرك لليهي يا أيها الذين آمنوا والصحابة دي إيمانك لحيد إي نبيك أدقى نقليد إي أوامر تقادتي قبتي ويي إن الذين كفرونا وحين رانا وكوي كنغا أدكاس النبي عليه الصلاة والسلام إي علادي إي عنادي إذن ما ها قرآن كن نوعا قرآن كو يا أيها الذين آمنوا مركو لي أدا اللغو لحظ ليا أدا إلهي الرميي أدا أدقى النقل مركا للي يا أيها الذين كفرونا وكو إلهي الديني ويي إي حقا كدركي إي كنغا أدكادي ويي ولا ليال نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كمركو أخري أيو كعبادي سني حتى في الصلاة آيادا سؤاش أمركو صامرو انتو استاغو وكدو استاغا آيادا أيو إلهي سؤاش ويدستا إله يوحي وناكسني آيادا نفريسو إله آدان كامرتي كاغا أهي إله يو إيغو إلهامي إله يو إسي مركو آية العذاب صامرانا إلهي بو كمغان قليا خير يا وناغي يتنى مركا لغا هرليو وچيغي ساور ويدا او افتيما هاد بو نبي عليه الصلاة والسلام وقبه ليو با چندا مركو إلهي سبحانه وتعالى سورين ايو إذن لكن حالة دين يدو عذاب لغا هرليو او عقاب لغا هرليو او حمان ليسو ديد ايو ايينو حدنا ولا قنين شدنا بشدن إنك إلهينا لهاد لمايو ما با أفنقان نبا ما با إيغي نبا قضب كصدحادي وحن نقوني قرآن كإلهي مركين برانين اي اينو اخرين اين اينو كتدبرنو اونا كاد كادنو اين اينام بوبين وعربك اينان كتددشين وإن اينو قرننا اينا دي لهي لفقيس
oo aad la hadlayso oo ilaahay wax ku faraya waxna ku diidayo tamahal biqiraa'ati alquraan qiraa'atan wa tadabburan wa tafahuma markaad kala dhigdhigayso ee aad fahmayso intaba ibn umar wuxuu leeyay iqra'il quraan wala yakunu hammuka akhiru sura quraanka akhri oo la noolow oo kala dhigdhigdhig laakiin yaanay noqonin goor maad jidka khatimi goor maad bogon dhammayn goor maad quraanka gabagabayn hammigaagu yaanu noqonin walaalayaal qodobka kale wuxuu noqonayaa tacallam tafsiira kitaabillaah xataa tafhamahu xaqa alfahm kitaabka ilaahay tafsiirkiisa waa inaad aftaqaanaa waa inaanu xaalkaagu noqon mad madooba ilaahay baa ku yaqaanaa waa inaad tidhaahdaa aayaddan alla muxuu igu diidayaa muxuu igu farayaa ilaahay waa inaan afaqaanaa oo aad ku celcelisaa oo aad barataa oo aad soo duubataa tafsiirka ay aayaddani leedahay xataa xadaad garan weydo waa inaad tidhaahdaa aayaddan ilaahay muxuu aniga igula hadlayaa bal ii macanee bal ifahansii iga dhaadhici waa inaad tidhaa allah subxaanahu watacaalana wuxuu leeyay inna fii dalika la dikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid qur'aankani waa waano iyo waxtar waa wanaag adiga ku wanaajinaya khayr adduuniya khayr aakhiraba ku siinaya laakiin yuu u yey waa qofka saddex calaamadood laga helo saddexda calaamadood u fiirso liman kaana lahu qalbun waa inaad qalbi caafimaad qaba leeday waa inaanu qalbigaagu xanuunsan waa inaanad heesaha ku dhegaysan iyo gabayada iyo xanta iyo xumaanta waa inaanad noqon waana lagu dheereeyey salaadii qur'aankani ka bedel b b cda kudu waa inaanad odhan waa inuu qalbigaagu wanaagsan yahay waa qodobka koowaad aw alqa asamca qur'aanka marka la akhriyayo ee aad dhegaysanaysana waa inaad u dhaqraaricisaa waa inaad tidhaahdaa ilaahay baa hadlaya u kaadi dhaga caafimaad qaba waa inaad leedahay wa huwa shahiid waa inaanad meel kale ka shaxayn waa inaanad maqnayn waa inaanad meheraddaada xisaabinayn waa inaanay warwar iyo walbahaar kugu furnayn waa inaad tidhaa ilaahay baan la hadlayaa oo la faqayaa oo la khidaabayaa waa inaad tidhaa walaalayaal ibnu cuhmaan cuhmaan bin cafaan wuxuu leeyahay law dahurat quluubuna maa shabica min kalaami rabbina hadday quluubtu inoo wanaagsantay oo inoo caafimaad qabto kalaamka ilaahay kamaanaa dharagnaynba mid yar iyo mid weynba gawda ayaynu ku guri layn oo wa akhriyi layn oo wa la noolaan lahayn qur'aanka ilaahay mar kale qodobka kale wuxuu noqonayaa akthir min alistimaaci alqur'aan waa inaad farabadisaa dhegaysiga qur'aanka waa inaad duuxdaa u fiirsa xadiiskan nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa ibnu mascuud buu u yeedhayaa deedna wuxuu yidhi iqra' calaya alqur'aan ibnu mascuudow qur'aanka igu dul akhri faqultu yaa rasuul allah aqra'u calayk wa calayka unzil nebi maxamedow ma qur'aankan kugu akhriyaa oo adiga miyaan lagugu soo dejinba nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi iqra' fa innii axabu an asmacahu min ghayrii haaya igu akhri waxaan jeclaystay inaan cid kale ka maqle e deedna wuu ku akhriyaya uu bilaabaya ilaa uu soo gaadhay fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida nebi moxamedow waxaad ka warantaa maalinta qiyaamaha ee ummadaha iyo ambiyadoodii la keeno adigana la keeno ummaddaada ummatu nabiyullaahi moxamed adaana lagu keenaya adaana markhaati ku noqon doona wixii ay sameeyeen faltafattu nebigaan daymooday oo eegay fa idaa caynaahu tadrifaan indhihiisu waabay burqanayaan uu ilmaynaya nebigu calayhi salaatu wassalaam waxaa damqay xaaladda iyo qiyaamaha iyo bankaa la geeyey qur'aanku dhadhaminaya walaalayaal waxaynu ka qaadanaynaa qur'aanka ilaahay ha noqdo xidheheenna iyo furaheenna ha noqdo dabarkeenna ha noqdo wanaageenna ha noqdo mid aynu la noolaano oo nidhaahno ilaahay baa inala hadlaya isagaa khidaab iyo awaamir ina siinaya mar kale nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu soo ag dhanac istaagayaa
إسلام كعبادي سنة سهبينك هل أتاك حديث الغاشية نبي قو إنتو أقستاقي أيو لي نعم قد أتاني ها وان هيا مالين تدنبور كيد وان انكور هيا إذن وحقل بيجي سقالي والنبي عليه الصلاة والسلام الضمقية قرآنك إيا محشر كقيامها حال سود النقنطونه ولا ليال قرآنك وشيغ كؤوهيي قالو نبي ديدي او لعلاتمي او كتاب كدركيي ايا قولها بين نماء نبي اصو دور حليا تين الدود كي سو استاغيا وعيدا دين بلنكني هبين كيبو قرآن كأخرياي بلينو ديجي سنو وصدحنين او قالا وابو جهل يا ابو سفيان يا وليد بن مقيرة او اها رقي ووينا النبي عليه الصلاة والسلام الله دقال لمي تين مر الله لئي مركي اي قرآن كي مقلين اي يجي اويين او اي لو البهارين الا لبن موياني هل نبو الله سبحانه وتعالى حقي قرنسي او ألا سوهنوني ابو سفيان ابو جهل يا وليد بن مقيرنا قال لما دي بي كلنتين ولا ليال قضبك كلاوح نقونايا إلا دون يا قرآن كإلهي إنينو كو انتفاعنو مركو إلا دون يا إنو وحينو ترى اعمل بالقرآن تنتفع به ونفي تعاليمه بكل سرعة قرآن كإلهي وإنا كلقانتا وحيو كفر يا وإنا سدك دقا وسب الدشاء وإنا دهراء الصعوتا وإنا ترى محايق قلدان قرآن كو إصحيا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن كعصحا قائم من جنة أي النبي قيء منايا يستمعون القرآن قرآن كيدو حياني دقي سنية فلما حضروه قالوا أنصتوا قرآن كيب الله فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مركي قرآن كيب لما دي قوم كودي بيكسو اللابتين يقو أدقي ووناق أشيقي إذن قرآن كوحيو كفرية وإنات قادتا وإنات بريئو ديغان وإنات الله إفري رسول كيسا إفري قضبك ودن بياوحو نقونية إجتني بالمعاصي فإنها داء خضير ولا ليال تنوبتا إيقففك إيقرد الرد إلهي لقاقل إياين اسكا إلا لنو شيخ وينوحو لها حب الكتاب إنينو كتاب كإلهي تعلانو أو لنو لانو وما لنت قيام كتابك إنو طوضو وحب ألحان الغناء يهيسها يدان تدا إنو تعلانا في قلب عبد ليس يجتمعاني قلب قف مؤمن ليي كما كل ما هيسها نوان تعلي قرآن كنوان تعلي بل حالت دينا ما انت ديبو قلابتا إنكو حالت دارن كتيرنا وحنونا كتيرنا وبسالت دي إنو ديرتي أياها دانو حالة أركيا suuqyadeeni waa weynaa iyagoo heesa ka baxaya oo sameecada ka baxaya bal waxaan moodaa la yiri sunnayaasi iyo salaadihi yareeya inaga joojiyo wixii sunnaa ee masaajidada waqtiyadii la galay hal la soo afmeero hal la yareeyo haddana suuqyadeeni iyo aswaaqdeeni ayaa waxa la leeyahay waxba umada laga wacyi gelinaya heeso iyo dhaantooyin iyo muusig baa loo siraada qalad weey إلهي بأن لغا سيعاري سينيا كتاب كيسي بأن لدركينيا ودقنا دوحن حالب دانا كلاو حياي إن إلهي بير كرور كاللو ديغو أولا يسبهم بهيو ووامرت إلهي لقاتو أولا إلهي دا إلهي دنوب إيا حمانون باي وحاني كدشيني إلهي وانو صلابان إلهي وحي حنيانو سميني إلهو نغا ترتر إلهو حالب دانا دقيانو كتشرنو إلهو نغا سار ما يا إلهو ودداتينينا oo wa ciyaareyna oo suuqyadii waxaanu ku bedelayna heesa iyo samecada waaweyn oo wax aad u xun waa wax adiga qofka damiirka kale ka damqanayo ee uu ka diday hatta waxa la sheegaya masaajidada marka la eedaamayo ee la aqimayo ayaan hatta laga baqtiinay tena waa la wada eegaya sidana aba shidanka ugu dhoba koornaya maxaan ku sameeyaa waa munkare maxaan ku joojin kara war inaynu ka hadalna qurux badan inaynu raahno إلهي يكسي علي سينينا ما أنتين إلهي أباهاني حمانو دانا إنو سكيلا لنو ولا ليالوحان كسواف ميريا حالة دقبا لغوشيلا حالة دو آدقينا وحي كقروح بدانتي إنينو إنغا دحدينا إسكننا حريصانو نبي عليه الصلاة والسلام وحيري إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
war inta dhulka joogta ay sunna xariista oo isku dir damqada oo islaab ogaada oo xafadaha baahan ta waxaysata dabka ha u shido xal soo sheegaya xafadeen xafadaha qaar baan dabka loo shidin inagina waa dhargeyna hilibka faxfaxaabaynu daadinayna bulaacadahaynu raacinayna walaalayaal xaaladan waxaynu kaga bixi karnaa inagoo ilaahay u laabanna oo isaga isku xidhna oo nidhaahna ilaahayow xayndaab iyo dayr ii noqo ilaahu adiga ii badbaadi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaya intii dhibaataysan muslimiinta alla dhibtaa ka dulqaado allaha ka dulqaado xumaanaha iyo xanuunada allahayna weydaariyo allahayna weydaariyo intii dayn lagu leeyay allah subxaanahu wa tacaala dayntaa ka bixiyo alla dayntaa ka soo bixiyo intii dhimatay allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto inta xanuunsanaysana allaha shaafiyo inta xanuunsanaysa allaha shaafiyo xanuunada allahayna weydaariyo xanuunada allahayna weydaariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qaar qur'aanka fahma oo ku tadabbura oo qur'aanka la nool allah subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo.